السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear parents, dear grade 6 students, أعزائي أولياء الأمور، أعزائي طلاب الصف السادس، أسعد الله أيامكم. ما زلنا مع الوحدة الرابعة Great Explorers من منهج اللغة الإنجليزية للصف السادس من التعليم الأساسي، واليوم مع الدرس الرابع. I ask my students to open the skills book to page 41. Yes, this page. بداية، I thank all the students who did the homework and sent it to the teacher. And a million thanks to the parents. ملايين الشكر لأولياء الأمور على المتابعة والاهتمام، وكل الشكر والتقدير لطلابي على المتابعة وحل الواجبات. الآن we have a new lesson، درس جديد. We will deal with sounds، الأصوات، تعامل مع الأصوات. Syllables. What's syllables؟ المقاطع. Okay؟ لما كانت تقابلنا كلمة طويلة النطق كنا نقول قسم الكلمة إلى مقاطع. Okay. For example, نشو ناشو نالي تي. هذه طريقة النطق العادية، وكل مقطع قرأناه منفصل هو مقطع syllable. هو يقول هنا activity 1 read and think، اقرأ وفكر. When we say some words we can break them down into smaller parts called syllables. نقسم الكلمات إلى مقاطع صغيرة تسمى syllables. In Arabic، هعطيك التعريف بالعربي. ما هو المقطع؟ المقطع هو مجموعة من الحروف الساكنة تحتوي صوت متحرك واحد. أوكي؟ إذن تعاملي الآن مع الأصوات المتحركة. وأحياناً بعض المقاطع تكون الصوت المتحرك فقط. Okay. For example, look at this word, Oman. O O in English. O man. Okay. I count O as one syllable. بحسب ال O هنا. أنا أقول O. O man. How many syllables هنا؟ كم مقطع؟ Yes. Thank you. بدأت تفهم الآن. Two syllables. Okay. So, how many syllables are there in the word syllable? قسم معي كلمة syllable. Syllable. Yes, thank you. How many? Three. Excellent. So I have here three syllables. إذن الطريقة سهلة. To divide syllables or to divide words into syllables, it is a so simple way. طريقة سهلة. فقط انطق الكلمة نطق صحيح. Okay. مستعد الآن. Whatever. أيا كانت الكلمة. خلونا نأخذ أمثلة. Read. How many syllables? Yes, one syllable. And, okay, and also one syllable. Think, also one syllable. Thank you. Okay, if we look at words like into, how many syllables? Into, yes, two syllables. Smaller, smaller, two syllables. Thank you. إذن الطريقة سهلة. وعندي كلمات تتكون من one syllable, two syllables, three syllables وهكذا. Okay. إذن نؤكد الآن على فكرة أن تقطيع الكلمة إلى مقاطع يعتمد على ما الحروف المتحركة؟ الأصوات المتحركة. يعني مثلا لو في كلمة واحدة عندي مجموعة من الأصوات الحروف المتحركة تباعا، مثلا كلمة eat يأكل، or read هنا EA EA. أوكي، كم مقطع تحسب؟ هذا صوت واحد. Read. إذن one syllable here in this word. أوكي، إذن العبرة عندي بالأصوات المتحركة. بالأصوات المتحركة. طيب، لو كان عندي في نفس الكلمة صوت متحرك لا ينطق، ساكن، هل يعد مقطع؟ تعالوا نشوف كلمة syllable. سيل. أوكي، كل يستاذ الواي ما متحرك لكن كونت صوت متحرك. أنا قلت العبرة عندي في الأصوات. سيل لا بول. الإيه الأخيرة هل نطقت؟ لا.
سي لا بول. I have here three syllables. Okay. إذن الأخيرة الإي الأخيرة ما نطقت، لا تعتبر مقطع، والواي الأولى نطقت متحرك. أوكي. إذن اعتبرت مقطع. فالعبرة كما قلنا بالعدد الأصوات المتحركة. أوكي. وعلى الإنترنت ستجد بعض المواقع تعطيه الكلمة يعطيك عدد المقاطع، لكن إحنا نريد الطالب يتمكن من تقسيم الكلمة إلى مقاطع. أوكي. عندي طريقة التقسيم كما قلنا الآن عن طريق النطق. أول شيء say the word، قل الكلمة. Number two، حاول how many times do you hear الحروف المتحركة. ما هي الحروف المتحركة؟ A E I O U. لكن هل هما الأساس؟ No، I deal with sounds، الأصوات المتحركة. أوكي. وبهذه الطريقة حسبت انت عدد المقاطع. Break one syllable، them one syllable, can one syllable, we one syllable, I have one syllable in each word. Okay, word, the, in, there, a. Okay, all these are one syllable. واضح الآن؟ واضح؟ Yes, I hope that. الآن now listen and check. بيعطيني نماذج في تايب سكريبت L4.7 لبعض الكلمات. Chinese. American. Omani. Norwegian. Russian. English. Moroccan. Okay, if you look at this activity, activity 2, read and sort. Okay, المفترض الآن تعلمنا how to divide the word into syllables. Yeah, كيف نقسم الكلمة إلى syllables. وقلنا أن العبرة عندي بعدد الأصوات المتحركة وليس بعدد الحروف المتحركة. Okay, الآن هيكون عندك في هذه المهمة تقسيم هذه الكلمات إلى countries. الكونتري الدولة تضعها هنا. And nationalities، والجنسيات، الجنسيات تضعها هنا after the word nationality. Okay، تقريبا كل الكلمات واضحة سهلة. لو في كلمة صعبة في النطق أو غيره استعمل الدكشنري وبإذن الله هتجد الأمور سهلة. I have so many words here، ما هقرأ الكلمات، عليك القراءة وعليك إيجاد المعاني لأنها بسيطة واضحة. ثم تقسيم إلى country دولة، nationality جنسية. Okay، أثناء قراءة الكلمة حاول تحسب عدد المقاطع. Because we have an activity 3 here، هتقسم نفس الكلمات. Now sort the countries and nationalities into the number of syllables. هتقسمهم إلى طبقا لعدد المقاطع. 1 syllable، 2 syllables، 3 syllables، 4 syllables. After that you will listen again. هيكون عندك انصات. Okay. And the insight will be you will listen first for L4.10. هذا ينطق الكلمة. Syllable. Okay. Syllable. Three. أما الإنصات اللي هيكون فيه حل this activity بعد الحل هيكون L4.11. Okay. هنا هيعطيك ال one syllable. France, French, Spain. كل هذه الكلمات one syllable. Two syllables. Two syllables. China, Chinese, Egypt, England, English, Iran,
Russia, Russian, Spanish, Turkey, Turkish, Yemen. Okay. Three syllables. Egyptian, India, Indian, Iraqi, Italy, Lebanese, Lebanon, Moroccan, Morocco, Norwegian, Omani, USA, Yemeni. Okay, four syllables. Four syllables. American, Iranian, Italian. أوكي، وللتأكيد على المبدأ اللي قلناه إن ليست العبرة بعدد الحروف المتحركة. For example, look at this word. India. India. أثناء التوزيع قالت three syllables. Yes. India has three syllables. In. Di. Ya. أوكي. بالرغم إن أنا عندي الإيا، لكن هذا الحرف الآي مكون صوت متحرك مع الدي، ثم يا في النهاية حرف آخر. India. أوكي. Three syllable. It has three syllables. Okay. By this we finished syllables. Talking about syllables. وأتمنى نكون فهمنا المطلوب هنا أن المقطع هو مجموعة من الحروف الساكنة تحتوي صوت متحرك واحد. Okay. وقلنا أن أحيانا الصوت المتحرك بيكون مقطع كما كلمة O man E rock. Okay. Now طبعا في البيت بعد الحل حاول تسمع مرة واثنين وثلاثة، ولو عندك أخطاء هتوجدها وتعدل الأخطاء من الإنصات. Okay، الآن activity 1 on page 42. Read and underline. Here we deal with language، اللغة. The past simple and the past continuous تعاملنا معه أكثر من مرة. Okay، مرينا في الوحدة الماضية unit 3 وتكلمنا عن the past continuous tense. والآن look at this sentence. يقول انظر إلى هذه الجملة about ابن بطوطة. Find the underline find and underline the past continuous. While he was traveling in Africa, he visited Timbuktu. Okay. بينما هو okay. Where is the past continuous tense? Was traveling. Okay. وقلنا أن كلمة while تعني بينما. Now find the underline and underline the past symbol. أوجد الباس سيمبل. Yes, I have here the bus symbol is visited. So I have two sentences in one sentence or two tenses in one sentence. زمنين في جملة واحدة. Was traveling, bus continuous, and visited, bus simple. Okay. The first part of the sentence tells us he was doing something. He was traveling in Africa. أخبرنا أنه كان يفعل شيء ما. حدث استمر في الماضي. The second part, الجزء الثاني of the sentence tells us that while he was doing something, أثناء الحدث, something else happened. حدث شيء آخر قطعه. وهذا كلناه في استخدام الباست continuous. يستخدم ليعبر عن حدث استمر في الماضي قطعه حدث آخر في الماضي البسيط. يعني أثناء ما كان بيفعل شيء حدث شيء آخر، بينما كان يفعل شيء something happened. Okay. For example, here while he was doing something, something else happened. He visited Timbuktu. Okay. Again, I have here. While he was traveling in Siberia, he rode on a dog sled. حدث شغال قطعه حدث آخر. وهذه الجمل في درس ابن بطوطة وضعنا تحتها خطوط. Okay. أو مرينا معها while he was traveling in China, he sailed on a junk to Canton. Okay. يقول الآن
We often غالبا use نستخدم the past continuous together with the past simple. وهذا تم شرحه سابقا في دروس سابقة. وقلنا ونربط بينهم بكلمة while بمعنى بينما. Let's take a sentence here. We'll check that. يمكن وفي هذه الحالة يعبر الماضي البسيط على حدث. Okay. استمر في الماضي وأبدأ بكلمة while. قطعه حدث آخر بسيط. وأنا قلت المرة الماضية while علي was doing homework فاصلة كما the lights went out انقطع التيار الكهربي. اوكي هذه الجملة الأولى while أصبحت past كنت علي was doing homework past continuous. اوكي والجملة الثانية the lights went out past simple. Okay, so يستخدم الماضي المستمر ليعبر عن حدث استمر في الماضي قطعه حدث آخر بسيط. طيب طريقة الربط استخدم كلمة while ويمكن استخدام while في منتصف الجملة أو بداية الجملة. يعني مثلا أعيد الجملة the lights went out while علي was doing homework انقطع التيار الكهربائي بينما علي يفعل واجباته. اوكي ما الذي حدث هنا؟ حذفت الفاصلة الكما ووضعت ويل داخل الجملة بحرف سمول وبدأت بحرف كابيتال بجملة الباست سيمبل. اوكي هذا الحدث الذي قطع الحدث اللي كان مستمر. اوكي هذه الطريقة الثانية للكتابة. عندي الكلمة الدالة الثانية هي كلمة وين وفي هذه الحالة اعكس الافعال وين يأتي بعدها الباست سيمبل. وين ذا لايتس went out بينما أو عندما هذه الكلمة معناها بينما while وهذه عندما انقطع التيار الكهربائي علي was doing homework. أوكي وأيضا أستطيع أني أجعل when داخل الجملة أني أبدأ بجملة علي was doing homework when the lights went out. أتمنى يكون واضح الآن طريقة ربط الجمل الماضي البسيط والماضي المستمر داخل جملة واحدة. أوكي ربط الأزمنة وهذا اللي قلناه أنه يستخدم الماضي المستمر ليعبر عن حدث استمر في الماضي وأثناء استمرار الحدث قطعه حدث آخر بسيط. أوكي let's go back to the book. Here I have think and complete. We use the past continuous to show that an action was in progress. حدث كان مستمر. We use the past simple to show that another shorter action happened in the middle of the first action or interrupted. قطعوا وهذا اللي قلناه. حدث كان مستمر in progress قطعه حدث آخر بسيط. While O was happening هذا O happening X happened. هذا إكس دخل عليه قطعه. While he was traveling in Siberia ها أثناء السفر he rode on a dog sled. واضح الآن. So when I was walking to school this is the من يقول past continuous tense. Yes ها this is I saw Ali this is the past simple tense. Okay we said that while I was walking to school this is the as you said yes past continuous tense and here I saw Ali this is the past simple tense. Okay واضح الآن. I think the rule القاعدة أصبحت واضحة. Let's go to page 43. Think write and complete the rule. The two sentences have got mixed. Write them correctly. While كل الجملتين اختلطوا علينا. While I was having a shower, I fell off my bike. While I was riding to school, I dropped the soup. Okay. حاول ترتيب الجمل فقط إني هبدل زمن ال past simple في الجملتين. أقول while I was having a shower, I dropped the soup. Okay. والثانية. While I was riding to school,
ايفل اوف ذا بايك. وما تنسى علامات الترقيم. اوكي اي هاف while with capital letter I was having a shower comma I dropped the soap. Okay, وقعت منه الصابون. Full stop. And the second sentence. Okay, thank you. While I was riding to school. فاصلة. Don't forget the comma. I fell off my bike. Okay, and a full stop. Thank you. So, يقول الآن. We use while at the beginning of the first sentence or the first part of the sentence with while تستخدم مع cool. Yes, thank you. Past continuous with the past continuous. Yes, with the past continuous tense. This is the first one I have here. We always put a comma between the first part of the sentence and the second part of the sentence. This, that. Yeah. I put a comma here. The second part. والجزء الثاني من الجملة. إذن تركيزنا الأكثر كان على past simple tense. How to write two sentences or two tenses in one sentence. مستخدمين كلمة while أو كما قلنا هنا مستخدمين كلمة when. الرابط الثاني when في نفس الزمن. This word. Okay. Okay, I have it here. Okay, activity 4. We can also make sentences using the past continuous, the past simple, and when. وهذا اللي قلناه من شوي. كلمة الربط الثانية. Look at this sentence about Ibn Battuta. Find and underline the past continuous and the past simple tense. Okay, let's check this sentence. He was traveling. Okay. He was traveling. أي زمن هذا؟ Yes, past continuous in Russia. When he met, أي زمن؟ Past simple. Yes, when he met a man called Muhammad Uzbek. Now find and draw a circle around the word one. Where is when? Yes, هذه هي. رابط في منتصف الجملة. Okay. Read these sentences and match the two parts. Khalid was walking to school. Okay. Muhammad was. كل هذه الجمل عندك في الباست continuous وهذه الجمل في الباست simple. حاول الربط بين الجملتين. Okay. يقول we use when at the beginning of the second part of the sentence with the. Okay. Thank you. Past simple tense. We always, وأنا عندي اعتراض على هذا الشيء، إن كلمة when المفترض ما يسبقها الكومة. أوكي؟ الكومة لو بدينا كما فعلنا هذه الجملة بهذا الشكل when the lights went out فاصلة هنا. علي was doing homework. هو قال إن ابدأ بهذه الجملة if you make it like that يمكن أن تضع كومة هنا. أوكي؟ وهذا يخالف القواعد اللي درسناها قبل. لكن we will work on the rule here. He said we always put a comma like here. فاصلة between the first part of the sentence and the second part of the sentence. لكن اللي قلناه إن هذا الأصل when I start with when لما أبدأ بكلمة when the wind blow his cap off الجملة الثانية فاصلة ثم الجملة الثانية. Okay. And we will leave that. هنترك هذا الجزء المتعلق بوضع الكومة قبل when. Okay. لكن المطلوب منكم أعزائي الطلاب الآن حل هذه الأسئلة. اقرأ الجملة ثم اختار الجزء الثاني من الجملة. هنا we have past continuous وفي هذا الجانب we have past simple. Okay. And no problem to say we put a
كوما. اوكي ثانك يو فور ذات. اتمنى لكم التوفيق والنجاح وان تكونوا فهمتوا الدرس، وان شاء الله المره القادمه وي ويل كومبليت ذا جرامر ليسن. اشوفكم على خير واتمنى لكم التوفيق والنجاح مره ثانيه. كنت معكم محبكم احمد الفرحاتي.